طبابة ألف مع سعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي إذاعة ألف ألف في برنامجكم طبابة ألف في حلقة جديدة بإذن الله نتحدث فيها عن موضوع طبي جديد معكم أنتم مستمعي إذاعة ألف ألف. نذكركم بداية برقم التواصل، الرقم الأول 0111217885، الرقم الثاني 0126161100. تقدر كمان ترسل استفسارك عن طريق SMS STC 85 10 40 زين 70 13 13، موبايلي 66 3 0 1. مستمعينا الكرام، اليوم بإذن الله حنتحدث عن موضوع متعلق بالحج مع ضيف كريم وضيف جميل جدا بإذن الله على حلقتنا لليوم. خلونا نرحب بضيفنا دكتور أسامة برشيد، مدير إدارة أبحاث صحة الحج والعمرة والأوبئة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة. حياك الله دكتور أسامة، أسعد الله جميع أوقاتك. الله يحييك يا أخوي سعيد، وحيي كذلك الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في إذاعة ألف ألف إم، ونتمنى للجميع يعني عيدا مباركا، ومن الحجاج أن يتقبل الله منا ومنهم ومن الجميع، وإن شاء الله سنة يعني ختمت بالخيرات والصالحات، وتبدأ إن شاء الله سنة جديدة جميلة بإذن الله. أول حاجة نهنئ حكومة المملكة العربية السعودية، حكومة خادم الحرمين الشريفين، وجميع المواطنين والمقيمين العاملين في خدمة الحج. الحقيقة يعني جهود جبارة جدا نشاهدها كل سنة ما شاء الله في تطور في جميع المنظومات الحكومية والخاصة اللي بتقدم خدمات للحجاج من مختلف الجنسيات من حول العالم. اليوم حديثنا حيكون عن الأمراض المتعلقة بالحج، فنبغى ناخذ كذا أول حاجة دكتور أسامة معرفة عامة، اطلاع عام عن أبرز الأمراض اللي بتجي في الحج. طيب، بداية خليني شوية أعدل. جميل. خلينا نقول صحة الحج. ممتاز. لأنه صحة هي أشمل من مجرد المرض. يا سلام. أيوة، لأنه لو كان كذا كان وزارة الصحة غيروا اسمها إلى وزارة العلاج. صح. أيوة، لما يبدأ المرض خلاص يعني احنا في ستيج تاني او مرحلة تانية. حقيقة جهود المملكة العربية السعودية تبدأ من الوقاية، من الاهتمام بالصحة. جميل. ان نبكي الصحيح صحيحا قبل ان يأتي المرض، وهذا ما يسمى بالوقاية، وفي مقولة معروفة درهم وقاية خير من قنطار علاج. يا سلام. وانا ما اقول هذا الشيء عشان تخصصي، انا استشاري صحة عامة وطب وقائي، لكن هو لأهمية هذا الشيء. والحقيقة نحن نلمس في وزارة الصحة الآن مع الرؤية الجديدة اللي وضعتها الوزارة يعني تواكبا مع رؤية السعودية 2030 الاهتمام بالوقاية. حتى وزير الصحة قال يعني في السنة الماضية كان في حفل تدشين ما يسمى النيو موديل اوف كير، منظومة أو نظام الرعاية الصحية الجديد. جميل. تمام. جزء كبير من النظام الرعاية الصحية الجديد طبعا هو يتكون من 6 أنظمة. نظام الرعاية الصحية الجديد، النظام الأول اسمه كيب ويل، الحفاظ على الصحة. يعني كيب الناس الهيلثي هيلثي. تمام. الحفاظ على صحة الناس، أن نبقي الناس صحيحين، وهذا الآن له دور كبير في التوجهات وفي الدعم، سواء على مستوى المبادرات أو حتى على مستوى البرامج والدعم والتخصصات كذلك. يعني هي الآن البورد السعودي للطب الوقائي. جميل. تمام. وانتشر وفتح مقاعد كثير لتأهيل الأطباء في جانب الطب الوقائي الوقاية. ففعلا لأنه أخوي سعيد ويعني الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، الوقاية ما تكلف كثير. يعني إيش المشكلة إنه أنا مثلا ألبس كمامات؟ قديش سعر الكمامة سعيد؟ بريال تقريبا يجي لك مجموعة. يا سلام. وأنا كمان حضرمي يعني، فإحنا نحب الشغلات هذه. تمام. حاجة بسيطة، تكلفة بسيطة، تقي من مضاعفات ومبالغ لا سمح الله يبدأ يتنوى. شوف تكلفة السرير كم، تكلفة العلاج، الكشفية، التنويم. فحتى اقتصاديا
هي أفضل. غير كذلك صحيا وروحيا حتى وجسديا، الحاج جاي يبغى يتفرغ للعبادة، ما يبغى يعني يدخل مستشفى وأشياء تبعده وتلهيه عن رحلة العمر، إنه الحج هي رحلة العمر خاصة لجايين من خارج المملكة. يجمع مبالغ هائلة عشان أنا أجي أسوي الحج. صحيح، أنا أستفيد وأستغل كل دقيقة وكل ثانية في هذه المشاعر الروحانيات. أنا دوبي جاي من منى، يعني منى تبكي الحجاج اليوم يعني بفقدهم ويعني ذهابهم، فهذه اللحظات مهمة وتزداد أهمية لما أنا أكون صحيح معافى. الإنسان لما يكون صحيح ما عنده شيء يشغله عن العبادة، وهنا تيجي دور أهمية الطب الوقائي أو الصحة قبل المرض. تمام، لذلك هذه كده بس مقدمة. جميل. عشان نعدل المفهوم. حلو. احنا فعلا يعني الصحة هي ما قبل المرض، لكن لو صار مرض برضو في خدمات كذلك أخرى تخصصية، وهي جزء كذلك من الدور اللي تقوم به وزارة الصحة أو القطاعات الصحية المختلفة في المملكة لخدمة ضيوف الرحمن. هذه كذا يعني مقدمة مهمة في البداية. حلو، إذا الوقاية خير من العلاج مبدئيا. صحيح. لكن فيما لو حصل أنه تعرضت لمرض من الأمراض الموجودة في الحج، قبل ما نتحدث إيش المفترض أنه إحنا نسوي في حال جانا المرض، خلينا نتكلم عن أبرز الأمراض الموجودة في الحج أو المتعلقة بالحج. جميل، نقدر نقسمها إلى الناس الحجاج اللي يجيهم أمراض إلى فئتين. ممتاز. أول حاجة ناس هم أصلا عندهم مرض مزمنة، عنده سكر، عنده ضغط، عنده مرض في الجهاز العصبي أو في الكلى أو في القلب. تمام، فهذولا أصلا فئة نستهدفهم بخدمات مختلفة. جميل. أو إنسان أصلا صحيح سليم معافى. تمام، فهنا مشاكل صحية تنتشر أكثر وهناك مشاكل صحية تانية تنتشر أكثر. تمام، الإنسان خلينا نبدأ بالأصحاء. تمام، وعشان نتمنى الجميع يكونوا أصحاء. تمام، أيوة، فالأصحاء أكثر شيء ممكن يعانوا منه أو المشاكل الشائعة الأمراض اللي تصيبهم لا سمح الله، رقم واحد الأمراض المعدية. أيوة. يعني أخونا عطس ما شاء الله جاته بركات الحج. تمام، الأمراض المعدية تلاقي حتى في يعني في مثل منتشر عند الناس إنه بعد الحج تسامع صوتي كيف يعني ما شاء الله مديك بيز كذا. يقول لك هذه علامات القبول، يجي بعد الحج يكح ولا يعطس ولا حاجة، معناته هذا إيش؟ بركات. حج مظبوط. إذا رجع صحيح سليم معافى معناته ما فيها شك، في خلل. ما عنده علامة القبول، راجع نيتك ولا ما قعدت مظبوط في عرفة ولا منى. فأول حاجة المشاكل الصحية اللي ممكن تصيب الناس الأصحاء الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض التنفسية المعدية. طبعا زمان كانت مشكلة الأمراض الجهاز الهضمي، تسمم الغذائي، الإسهال الله يكرمك وكذا، لأنه كان الطبخ والأكل، أي أحد يطبخ في الخيام زمان هذا كلام يعني قبل عشرات السنين، فكان واحدة من التحديات الأمراض المعدية الخاصة بالجهاز الهضمي أو النزلات المعوية خلينا نسميها. وعلاجها يأخذ وقت كمان، يأخذ وقت ومتعبة. تمام، لكن تنبهت الجهات المعنية لهذا الشيء وأصبح موضوع الطبخ والأكل مقنن في أغذية جاهزة في مطابخ تجي من برا، لأنه أنت معايير معينة، معايير يوم مهمة، وأصبح نقلة نوعية حقيقة. قلما وندر أن نجد حجاج يعانوا من نزلات معوية أو تسمم غذائي، محدودة جدا أصبحت بحمد الله عز وجل بسبب التحسين. لكن الآن المرض المعدية المنتشرة أكثر اللي هي مشتحت في البطن يطلع فوق. أيه. الصدر هنا الجهاز التنفسي. نعم. أيه. هذه ستيل موجودة ما زالت، خاصة لأنه أنت بيجوك حجاج من كل الكرة الأرضية. الحج حدث عظيم. أنا رسالتي في الدكتوراه ما كنت في أستراليا في الوقاية من مرض التنفسية المعدية في الحج. يا سلام. وكانت على حجاج أستراليا وحجاج السعودية حجاج داخل، فرحت في ملتقى كذا علمي مؤتمر كان في أستراليا وعرضت يعني جزء من النتائج. الحضور بطل يطلوا فيها وصاروا يطلوا في الشريحة اللي حطيتها. صورة الحج كان كذا منظر بانورامي للمسجد الحرم والشوارع المصاحبة، كيف إنه في كل مكان بشر وقفوا كذا ويطلوا.
هذا عندكم ثنية كل سنة إحنا يعني حيال مكة يعني عادي. هم شافوه إنه حاجة حدث عظيم. يس إنه عظيم فعلا إنه عظيم، ولذلك يحتاج جهود عظيمة، وهذا اللي يعني يقدم الجميع حقيقة في المملكة العربية السعودية. ف يعني لما شافوا الصورة ستاندرد العالم في المتر المربع الواحد يكون فيه 4 أكثر شيء، يعني يوصل 9-11 كيف؟ لا تسألني تمام؟ يعني لو واحد عطس ولا كح طبيعي حقيقي البكتيريا ما تتعب أصلا، كده ترمي نفسها تتيح على 3 والفيروس كده. وخلي بالك الحج دول الناس بيجوا من كل العالم، ما بيجوا بس حجاج، بيجوا حجاج بيجوا معهم بكتيريا فيروسات وأوبئة، بعدين فيروسات والبكتيريا ما عندها تصريح، ما تقدر تقول له وقف. أيوة على طول ما عندهم لا حجة بلا تصريح وتنتشر لأنه شمال الكرة الأرضية غير جنوب الكرة الأرضية. صحيح. دحين إحنا عندنا إيش؟ صيف، نهاية الصيف. صحيح. شمال الكرة الأرضية، شمال خط الاستواء. أستراليا إيش عندهم؟ عندهم العكس، الشتاء مفروض دحين. أيوة نهاية الشتاء. أيوة. ففي فيروسات وميكروبات تنتشر في الشتاء، وفي ميكروبات وفيروسات تنتشر في الصيف. أنت ما شاء الله بتجمع حفلة مهرجان يعني ميكروبات كله حق الشتاء والصيف كوليكشن. أيوه. تمام. فلذلك هنا أهمية التنبه لهذا الشيء. جميل. تنبه يعني جميل إنه ممكن تجد أنواع فيروسات مختلفة من كل مكان في العالم، كيف ممكن يكون تأثيرها؟ نتركها عندك بعد الفاصل. طيب بنتكلم أكيد عن حفلة البكتيريا والأوبئة هذه، لكن خلونا نطلع هذا الفاصل قصير ونرجع لكم جديد مستمعي إذاعة ألف ألف على إذاعتكم الجميلة. طبابة ألف مع سعيد حنتوش. يا أهلا فيكم من جديد مستمعي إذاعة ألف ألف، ونرحب أكيد مرة ثانية بدكتور أسامة رشيد مدير إدارة أبحاث صحة الحج والعمرة والأوبئة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة. حياك الله من جديد. الله حيك أخوي سعيد وجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذا اليوم الجميل، آخر أيام التشريق وآخر أيام العيد. جميل. بقافية ما شاء الله كان يعني مشروع شاعر إن شاء الله. طيب يا جماعة فرصتكم ترى تسأل الدكتور أسامة، أذكركم أرقام التواصل عشان إذا عندكم استفسارات أسئلة مداخلات فبإمكانكم من خلال أرقام التالية 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-11-00. SMS تبغى ترسل رسالتك SCC 85-10-40 زين 70-13-13 موبايلي 66-3-1. طيب دكتور تكلمنا قبل الفاصل عن موضوع الحفلة اللي بتجتمع فيها الميكروبات والأوبئة والأمور هذه، فخلينا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. جميل. زي ما قلت لك أخوي سعيد والإخوة والأخوات قبل الفاصل إنه الدول لما أنا مثلا أنا في السعودية في أيام الشتاء يقول لك هذا موسم الإنفلونزا ويلا طعمه، فعادة تنتشر نوع معين فقط للإنفلونزا، لكن لما تجي في وقت في فيروسات أو بكتيريا تنتشر في فترة الشتاء وكذلك فترة الصيف، فأنت بيجوك رحلة الشتائي والصيف. نعم. فتجي تجتمع، فهنا فعلا تحدي كيف أنت تواجه كل هذه الأنواع. هذا واحد. التحدي الثاني اللي قلناه ذكرناه التزاحم، لما يكون في زحمة هذا يسهل أصلا. الشيء الثالث السهر والسفر ولخبطة الأكل، هذه عوامل برضه. هذا عامل مهم. وهذه نصيحة مهمة للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يا جماعة ترى السهر يأثر على المناعة. كثير من مشاكل يسموها اللايف ستايل ديزيزز، أمراض العصر تمام، أو الأمراض المتعلقة بنمط الحياة الجديد، جزء منها السهر والغذاء. اختلاف الغذاء، لخبطة الغذاء، سواء محتوى الأكل، كمية الأكل، أوقات اللي تأخذ فيها الأكل، زائد النوم، كمية النوم ووقت النوم، هذه تلعب دور كبير في مناعة الإنسان، فبالتالي يقدر يواجه هذه حفلة الفيروسات بقوة. جميل. لما يجي الحاج هو جاي من سفر، وخاصة الحجاج اللي جاي من الخارج، لأنه بيقطع مسافة طيارة، بعدين يجي المطار، بعدين يركب باص لين من جدة إلى
إلى مكة وجو شوية غريب، بعض الناس ما يعرف ينام إذا مكان جديد وكذا، فيتأثر شوية. فهذه كل العوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية، وعلى رأسها زي ما قلنا أمراض متعلقة بالتهابات التنفسية. هذا إذا هم ناس أصحاء، تمام. المرض الثاني الشائع اللي ممكن يصيب الناس الأصحاء غير العدوى والمرض المعدية الإصابات. أيوة. إحنا نسميها تروما أو الإصابات. إصابات في إيش؟ إصابات خاصة في القدم، في المشي. من المشي ممكن نقول؟ يا سلام عليك. مشي كثير، تمام. ففي مشي كثير وهو ما كان متعود مثلا على المشي، ما جهز نفسه أنه يمشي، ما هم شارك في أحد مجموعات المشاة مثلا اللي انتشرت الآن، وهذا حاجة جيدة نشيد بيها. ويعني دكتور صالح الأنصاري، يعني ما أعرف إذا صدفتوه أو لا، هو عميد المشي يعني، وإنسان اشتغل على تغيير ثقافة المشي في المملكة جزاه الله خير، نشيد بيه وبجهوده. فكان يذكر السنة الماضية حج ماشيا، سوى حج كله مشي هو ما شاء الله، وكان في أظن هاشتاج أو حاجة. فإذا أنت ما تعودت على المشي كثير فجأة يلا أمشي، أيوة، فتتعب. في عامل ثاني غير أنه المسافات نفسها، نوعية الحذاء. الله يكرمك ويكرم السادة المستمعات. هذه مشكلة. احنا سوينا دراسة قبل سنتين في مركز الأبحاث تبعنا وبالتعاون مع الزملاء في البرنامج الصحي التطوعي بالحج، عن أسباب إصابات القدم عند الحجاج، تمام. كنا نتوقع أنه مثلا الناس اللي عندهم سكري، لأنه بعدين حنيجي هذول اللي عندهم مرض مزمنة، أيوه، خاصة السكري القسم الثاني. هذا القسم الثاني كنا نتوقع أنه السكري، أنه مريض السكري ما يحس برجله، خاصة اللي عنده يعني مشكلة في الأطراف، نهايات أطراف الأعصاب، ما يحس برجله، فممكن هو ماشي تتأثر، يعني بتنزل الحذاء منه وما يحس يتأثر. لكن وجدنا أنه واحد من أهم الأسباب والسبب رقم واحد في إصابات القدم هو نوع الحذاء. إيش أغلب الحجاج يلبسوا الحذاء، خاصة الرجال؟ العادية هذه يسموها زنوبة، الله يكرمك، يسموها شبشب بلاستيك، هذا اللي أيوة، اللي عادة يستخدم لدخول الحمام، صح. هذا الحذاء لم يصنع للمشي الطويل، صح. يعني أصلا الصانع اللي صنعه غالب الناس في غير الحج يلبسوه، إما الله يكرمك عشان يروح الحمام أو عشان يروح البحر الشاطئ، أيوة، في الشاطئ، صح. فأبعد مسافة من السيارة إلى شاطئ البحر، أيوة، ولا من الغرفة للحمام، عارف، مرة قريب لكن ما أتوقع إنه اللي صنع هذا الحذاء يتخيل إنه واحد حيكرفه 15 كيلو مشي ولو عرف حياخذ براءة اختراع فتلاقي ممكن لأنه مطاط، فالاحتكاك بالقدم نفسه يسوي إيش؟ إصابة، أيوة، يبدأ يسوي زي الاحمرار أو جرح، أو عاد شوف أنواع الإصابات من حاجة بسيطة إلى حاجة متقدمة. أو إنه ما يوفي معاك، انقطع، أنت ما عندك وقت بتوصل للجمرات، فتلاقيه يكمل مشي، أيوة، حرارة الشمس، أيوة، والمشي الطويل، وممكن فيه حجار في الأرض، يمكن فيه أشياء، فينجرح ويصاب في القدم. فهذه واحدة من أهم التحديات وأبرز التحديات اللي ممكن يعني تواجه الأصحاء في الحج بعد المرض المعدية، الإصابات وخاصة إصابات القدم. جميل. طب أنا جاء في بالي سؤال كذا كمان، في نوعية من الأحذية اللي هي تسمى الطبية، يستخدمونها مثلا الممرضين وكذا، هل هذه برضو تعتبر مثلا فعلا طبية وتساعدك على المشي، أو أنها هذه كانت النظرة الموجودة عندي، بس أنا لما استخدمتها كثير حسيت أنها يعني بتوجع الرجل أحيانا؟ طبعا كلام طبي، زمان كان يقولك هذا إسلامي، مدري إيش إسلامي، مناكير إسلامي، شاهي إسلامي، فكانت تستخدم كتجارة تسويق، ايه. نفس الشيء طبي، لك حذاء طبي، ايه، قلم طبي، مخدة طبية، مدريش شاهي طبي صحي ما هو المرجع والفيصل انه هذا طبي ولا لا، تمام؟ في ستاندرد، في معايير تجارة مثلا الآن نرجع لها، صحيح، في معايير معينة تأخذ انت فعلا، إذا جهة موثوقة ومعروفة ومرخصة قالت انه هذا الشيء طبي او مفيد في الحج أو مفيد لصحتك، وهذا فعلا مهم، قد نجي عليه بعدين فيما يتعلق بالمصادر المعلومات الطبية أو الصحية. جميل. في الحج خصوصا وبشكل عام في الحياة، شاعة حتى يثبت عكس ذلك، ما لم يكون في مصدر موثوق للمعلومة، انتبه انتبه انتبه، تمام؟ صح.
صح، وهذه مشكلة ترى حتى يعني أمهاتنا الله يحفظهم يرعاهم يعني بيصدقوا اللي في الوقت على طول بيعطونك إياها كخبر أكيد، فالتزم بالشيء ذا لا تلتزم بالشيء ذا بسبب بس رسالة واتساب، فالله يسامح اللي يكتب الرسائل. الله يسلمك. وهنا يجي دورنا نحن كمختصين صحيين سواء أطباء أو مريضين أو أي أحد في الاختصاص الصحي، إنه فعلا نستغل هذه الوسيلة فداويها بالتي كانت هي الدعوة. ما دام الواتساب وسيلة فعالة نبدأ إحنا فعلا نفعلها إيجابيا بإرسال المعلومات الموثقة الصحيحة مع المصدر. فنوع الحذاء، أجاوب سؤالك أخوي سعيد، نعم توجد أحذية طبية وهي مفيدة. سؤال، ليش الناس تلبس الحذاء اللي يسوي المشكلة ده؟ تتوقع رخيص ممكن يكون؟ ممكن، بس مو ده السبب الأساسي. ما عندي أجوبة خلاص. مفروض أنت تسألني وأنا أسألك صح؟ الحقيقة وهذا موضوع مهم، عشان كده ليش قلت لك عند الرجال، كثير من الناس يلبسوه وما يلبس الحذاء المناسب أو الحاجة عشان موضوع المخيط. أيوة في الحج صحيح. الحاج لأنه على باله مخيط، يعني أي شيء فيه له إيش خيط وغرزة كده ستيتش، تمام؟ فيأخذ هذا اللي كله بلاستيك كله مطاط ما فيه له خيط ما فيه له غرزة، أبعد عن الشبه عشان يبعد عن الشبه عشان يكون حجه صحيح وسليم. وهنا يأتي إحنا كأطباء أهمية الانتباه للجانب الديني فيما يتعلق بالأشياء الطبية اللي في الحج. يا سلام. لا تعطي له نصيحة طبية فقط، لابد تنتبه للجانب الديني إنه هو أصلا جاي عشان هذا الشيء عشان يحج. لو وديته شيء نصيحة طبية قد يكون فيها فيما يبدو، أنا أقول فيما يبدو إنه في خلاف ديني أو ما يضبط مع مفهوم عنده ديني، هيترك نصيحتك تماما. صحيح. أنا جاي الحج إن شاء الله، واحد من الحجاج كان معانا في عرفات في قافلة حجاج المرضى وحنتكلم عنه بعدين، قال أنا بس أروح عرفات، أبغى أروح عرفات، هو مريض مسكين جاله مرض قلب وهو حاج، فنقلوه للمستشفى، قال أروح عرفات إن شاء الله بعدها أموت أنا ما عندي. فمن تعلقهم وحب الناس يعني تهفو إليه أفئدة الناس. صحيح. فنحن كأطباء لابد نراعي هذا الجانب، فلبس المخيط لابد هنا يكون في حقيقة، وهذه النية عندنا إن نجلس إحنا كطب وقاي مع أناس مختصين دينيين فقهاء لتوضيح هذه المشكلة. واحد منهم قلت له طب الإحرام هذا ما فيه له خيوط؟ سكت. ولا جلد نمر، انت لابس جلد نمر مثلا يعني، ففي خيوط. صحيح. بس نحتاج نفهم ما هو المخيط، مو بس عشان ديننا، عشان ديننا وصحتنا. جميل جدا. طيب مسامعين الكرام نطلع هذا فاصل قصير ونرجع اكيد نكمل موضوعنا اليوم، فاصل وراجع لكم، خلوكم على السمع. طبابة ألف مع سعيد حنتوش. أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في الدقائق الأخيرة من برنامجكم طبابة ألف، وخلينا الآن دكتور ناخذ اتصال معنا. جمانة. أيوه. تفضلي. أيوه. جمانة. السلام عليكم، مساء الخير عليكم جميعا. السلام. أنا بس كنت حابة أسأل الدكتور، يعني إحنا من أهل مكة، إيش الإجراءات اللي ممكن نسويها خلال الحج عشان ما نصاب بأمراض معدية من الحجاج، لأنه بتجينا أحيانا كده طراطيش، زكمة، احتقان، فإيش الأشياء اللي ممكن نسويها، الإجراءات اللي نتخذها قبل الحج وأثناء عشان نقلل الإصابة بالعدوى عندنا؟ شكرا لك. شكرا. شكرا لك جمانة. ميجا سؤال استحق تحية. عندكم عندكم تحية؟ ما في اختراق تحية؟ ندي تحية. سؤال مهم. يا سلام. أدت تحية. صح عليك. سؤال مهم. أنا عشان كده قلت صحة الحج، ما قلت صحة الحجاج بس، لأنه زي ما بيجي الحجاج بيتأثروا كذلك أهل مكة بيتأثروا. صح. وأهل المدينة أو حتى ممكن جدة، بس خاصة مكة وخاصة مثلا في العزيزية اللي قريب من الحجاج بيتأثروا، هذول فعلا يحتاجوا نصائح خاصة بيهم. وأحيانا قد يكون للأسف لما أنا أكون صاحب البيت أهتم بالضيوف أكثر من نفسي، وهذا هذا شيء إيجابي عندنا إحنا كقيمة الكرم والعطاء، وإن الواحد لا يعني مو مشكلة، أهم شيء الناس والضيوف، وخاصة هذولا مو أي ضيوف،
هذول ضيوف الرحمن. صحيح. تمام. لكن برضو ضروري أهتم بصحتي، مو عشان شيء، عشان كمان لما أنا أكون صحيح وسليم أقدر أخدم. صح. هذولا بصحة وسلامة. في الطيارة أقول لك إيش، ضع قناعك أولاً ثم ضع القناع لمن ما أدري. أنا أحسن نفس الشيء، اهتم بصحتك أولاً يا أهل مكة، يا من تخدم ضيوف الرحمن حتى تستطيع أن تقوم بالخدمة لضيوف الرحمن. النصائح المهمة، الالتزام، يا ليت كل أهل مكة يا جماعة قبل الحج بشهر، يعني من بداية ذو القعدة، وهذه يعني رسالة وجهها لكل الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات من أهل مكة، من بداية شهر ذو القعدة أو حتى من شوال نأخذ التطعيمات اللازمة. حلو. لأنه لها دور مهم، وهذا جوابها حيدخلنا على مدخل الإجراءات الوقائية اللي مدخل عليها في آخر دقائق. التطعيمات خاصة تطعيم الحمى الشوكية، وهذا موجود منه كان نوع يغطيك 3 سنين، الآن وزارة الصحة صارت توفر نوع جديد اللي يغطيك 5 سنوات. فلازم كل 5 سنوات تأخذه. ووثق التطعيم في برنامج اسمه برنامج حصن، برنامج جديد كل مراكز الصحية، بحيث توثق إلكتروني أو حتى ورقي بس احتفظ بيها، صور الورقة أو الشهادة حق التطعيم في الجوال عشان ما تنسى متى آخر مرة أنا أخذت التطعيم. تطعيم الحمى الشوكية رقم 1، هذا كل 5 سنوات حاليا. التطعيم الثاني تطعيم الإنفلونزا، وهذا تطعيم سنوي. في ناس يقول لك يا أخي أنا أخذت تطعيم الإنفلونزا لكن جاني مثلا زكام أو كذا، معناته مو شغال. لا، مو صحيح. تطعيم الإنفلونزا يا جماعة، في التطعيم يكون فيه يغطيك 3 أنواع من الفيروسات حق الإنفلونزا. أيوه. بس إيش المشكلة؟ مشكلة فيروس الإنفلونزا منه أنواع مختلفة، حتى كل مرة نسمع إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا مدري إيش. أيوه. ليش؟ هذه طبيعة الفيروس. لكن الحمى الشوكية هي 4 أو 5 أنواع بس موجودة في الفاكسين يغطيها، بالتالي نسبة التغطية 99% تقريبا، لأنه ما يجيك المرض. لكن في الإنفلونزا ممكن بحسب هل النوع الإنفلونزا اللي يلفلف تمام هو نفس النوع اللي انت أخذ منه التطعيم، إذا نعم تحصل مناعة بإذن الله، إذا لا إيش الفائدة؟ نعم هنالك فائدة، لو كان نوع الفيروس الإنفلونزا الموجود الدارج يختلف عن اللي أخذ منه التطعيم، فالتطعيم يفيدك إنه يقلل من حدة الإصابة بالمرض، فأنت كذا كذا مستفيد. هذا أول شيء. النصيحة الثانية يا جماعة، نظافة اليدين تمام مهمة. إذا أنت تغسل مرتين في الأيام العادية، لما يقرب موسم الحج مو وسوسة بس غسل زيادة. طب أنا بعيد أو في مكان ما عندي موية أو حاجة، في هذه اللي هي مطهرات الجل مفيدة جدا. كذلك الكمامات أثناء الزحام، لبس الكمامات أثناء الزحام أو تخش منطقة مزدحمة، يعني هذه ممكن تأثر. الناس اللي عندهم ربو يحاولوا يبتعدوا عن الغبار أو الأدخنة حق السيارات والزحمة عشان ما تجيهم نوبات ربو لا سمح الله. هذه أهم النصائح الصحية لأهل مكة، والغذاء المناسب والنوم والراحة المناسبة. يا سلام. طيب باتصال عندنا كمان، نقول ألو السلام عليكم، مين وين فين؟ ألو. طيب الو، اي تفضل، مين ومن فين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مين معنا؟ ما ادري صوتي قطع، معك محمد علي. محمد علي حياك الله، تفضل محمد احنا نسمعك. كل عام وانت بخير. اولا انت بخير، والله يعيني علينا وعليكم ان شاء الله. عندي سؤال للدكتور لو سمحت. تفضل. معاي التهاب في الحلق تقريبا صار له الان 2 أسبوع، احس باللوز متضخمه على طول، واحس انها فاده البلعوم. راجعت الدكتور يعني تقريبا راجع 3 دكاتره، واخذت علاجات مضادات وبر، بس الى الان ما حسيت اي فايده. الى الان احس ان اللوز متضخمه، فما ادري وش السبب وش العلاج. هل كان فتره كان شديد بعدين خف بعدين رجع شد مره ثانيه؟ هو يخف يخف، يعني لما اخذ العلاج المضاد يخف تقريبا نوعا ما، يعني بمجرد ساعتين اكثر شيء ويرجع. انت في مكه؟ احس الحج اللوز متضخمه. انت حاج او في او في مكه؟ لا لا لا، انا من برا المنطقه. طيب جميل جميل. طيب يعطيك العافيه اخوي محمد، ونسمع جوابك الان مع الدكتور. بالنسبة للالتهابات زي ما قال اللوز أو التنفسية، هي نوعين
نوع فيروسي وهو الأكثر وبكتيري وهو الأقل. جميل. طبعا مدة حضانة المرض ثم مدة المرض نفسه والأعراض تختلف من فيروس لفيروس ومن بكتيريا لبكتيريا. وهذه نصيحة مهمة يعني أوجهها إلى الجميع اللي يسمع يركز معايا. يا جماعة أخذ المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب مشكلة عليك وعلى المجتمع. وخاصة في الحج بعض الناس لما يروح يجهز الشنطة والعفش رحلة الحج يروح للصيدلية ويقضي ياخذ مضاد حيوي. لا بليز لو سمحت لا تاخذ مضاد حيوي. إذا احتجت راجع الطبيب وحيوصف لك مضاد حيوي. طبيعة الالتهابات الفيروسية تاخذ من 7 أيام إلى 2 أسبوع. بعض الناس مستعجل يحس بالعلاج هذا ماجيك زي السحر إنه يومين 3 وأنا حرجع سليم. لا هياخذ وقته. الفيروس هياخذ دورته 7 أيام 10 أيام إلى 2 أسبوع هياخذ دورته. إحنا في الالتهابات الفيروسية فقط نعالج الأعراض. جميل. ما في حل كذا ينهيها في أيام. فتحتاج صبر زائد راحة زائد سوائل والالتزام بنصائح الطبيب. إذا أكثر من 2 أسبوع إذا مثلا بدأت أعراض شدت بعدين خفت 2 أسبوع بعدين زادت هذا إحنا نسميه سوبر انفكشن. يعني جاله التهاب فيروسي انتهى الفيروسي مع يوم انتهت موجة الفيروسي جاله بكتيري. هذا مرة قليل. تمام. وفي دي الحالة برضو يراجع الطبيب وحيتأكد من أعراض معينة وأشياء معينة هيقول له هذا بكتيري ولا فيروسي. جميل جدا. الله يسعدك دكتور. الحقيقة أن الحلقة كانت جميلة جدا وأنا استمتعت فيها كأول حلقة أقدمها يعني لهذا البرنامج. أشكرك جزيل الشكر دكتور أسامة رشيد مدير إدارة أبحاث صحة الحج والعمرة والأوبئة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة. شكرا جزيلا لكم وللإخوة المستمعين والمستمعات ونلقاكم إن شاء الله على خير بإذن الله. جدد معكم الموعد إن شاء الله بكرة مستمعين الكرام حنكون في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج طبابة ألف. حتى ذلك الحين استودعكم الله وفي أمان الله. طبابة ألف مع سعيد حنتوش. ويا هلا فيكم من جديد مستمعي إذاعة ألف ألف. وعنوان حلقتنا لليوم عن الأمراض المتعلقة بالحج مع ضيفنا الكريم دكتور أسامة رشيد مدير إدارة أبحاث صحة الحج والعمرة والأوبئة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة. دكتور قبل الفاصل تحدثنا عن قسمين من الأمراض، الأمراض اللي بتجي للناس الطبيعيين، تحدثنا عن الأمراض المعدية. كل واحد بيجي من شرق ومن غرب فبيجتمعوا في منطقة واحدة فبتكون بيئة معرضة أو أنك تكون معرض للأوبئة والأمراض هذه. لكن خلينا الآن نوجه الحديث عن الأمراض المزمنة اللي عندهم داء السكري مثلا وغيرهم الأمراض المزمنة، كيف بتتعاملوا معهم في الحج؟ جميل. طبعا بالنسبة للحجاج اللي عنده أمراض مزمنة اللي من خارج المملكة مهم جدا حتى يحصل على فيزا للحضور للحج، فيزا السعودية للحج بإذن الله، إنه يمر على طبيبه المختص بمرضه ويكتب له فعلا ويفحصه ويدينا إثبات إنه هو لائق طبيا للسفر. جميل. إنه يقدر يسافر ويؤدي مناسك الحج، هذا جدا مهم. لكن رغم هذا قد يكون لما يجي خاصة إنه نسبة كبيرة إنهم أول مرة يجي الحج ما يعرف طبيعة الحج وظروف الحج. وإحنا الفترة العام هذا والعوام القادمة القليلة الحج يأتي في موسم الصيف، شدة الحرارة زائد أشعة الشمس، هذا يؤدي إلى شيء عدو المناعة. قلنا أول السهر ولخبطة الأكل هذا يعني إحنا نسميه ريد فلاج، يعني إنذار مهم. أيه. فيما يتعلق بالمناعة. الشيء الثاني الجفاف. واحد من أهم الأشياء اللي ممكن تضر بالمناعة وتؤدي إلى مشاكل ومضاعفات للناس اللي عندهم أمراض مزمنة بشكل خاص أو حتى الإنسان الصحيح، لكن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة هذه مشكلة. سواء عنده مرض قلب، الجفاف هيؤدي إلى أنه لا سمح الله ممكن تجيله نوبة قلبية حادة مع الجهد الكبير اللي يسويه. لو واحد عنده سكر هيلخبط له مستوى السكر في الدم وبالتالي الجرعة اللي بيأخذها سواء إنسولين أو حتى حبوب ممكن ما تقدر توفي معاه فيبدأ يخش في مضاعفات حادة لمرض السكري زي انخفاض
مثلا السكر او ارتفاع السكر او لا سمح الله ما نسميه احنا زياده حموضيه الدم، هذه كلها ممكن مشاكل تجي، او حتى كذلك اللي عنده ارتفاع في الضغط، عنده مشكله الضغط، الجفاف حيلخبط له برضو يعني نظام الضغط عنده، وبالتالي الادويه ما حتوفي، ممكن لا سمح الله يجي مضاعفات. جميل. طب شفنا صور لبعض الاشخاص اللي مثلا بيكونوا يعني تعبانين جدا، ما اعرف ايش الامراض اللي عندهم، لكن ينقلوا بالسياره مثلا للمشاعر فبيحجوا فيهم كذا الى ما يرجعوا لبلدانهم، ايش فكره هذول الاشخاص؟ ايش عندهم امراض وكيف تتعامل معهم الحكومه؟ صحيح، هذول غالبا زي ما تفضلت هم ناس عندهم امراض مزمنه وجاء الحج من خارج المملكه، وهذه ملاحظه ترى نسبه معدل العمر اللي من خارج المملكه اكبر، يعني خلينا نقول اكبر اغلبهم فوق الأربعين. ايوه، لانه زي ما تفضلت انت اول انه عبال ما يجمع فلوس وتتسهل له ظروف السفر ويقدر يجي، فغالبا يكونوا فوق الأربعين. فبما انك انت كبير في السن فنسبه وجود امراض مزمنه اعلى. تمام، بينما كثير او نسبه من حجاج الداخل معدل عمرهم اقل، يعني شباب اكثر، بالتالي اصحاء اكثر، خلينا نقدر نقول. عشان كذا هذه الخدمه اللي تقدمها وزاره الصحه والقطاعات الصحيه احنا يسموها قافله الحجاج المرضى. ايوه، حاجي مريض عنده مرض قلب واضطر انه يدخل المستشفى، طيب هو الان في المستشفى واليوم يوم عرفه، اذا ما راح عرفه راح على الحج، راح على الحج والحج عرفه. يعني حكومه خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة الصحة والقطاعات الصحية المختلفة بتقدم خدمة إضافية غير العلاج المجاني، إنه تأخذهم الحالات اللي هي مستقرة مو في العناية المركزة أو حاجة، لا يعني ممكن ينقل، بتنقلهم سواء الإسعاف أو سيارات أو يعني مركبات مجهزة ومخصصة لهذه القافلة الطبية، ومعهم طاقم طبي. أنا شاركت مع إحدى القوافل في مدينة مكة الطبية، قافلة حجاج المرضى عندنا. جميل. عندنا مركز أمراض القلب وغيرها، وكذلك بقية القطاعات الصحية، وبرضو شفنا من المدينة منورة. لأنه حاجي عشان ما يسقط عليه الحج فينقلوا إلى عرفة، ومعاهم طاقم التمريض والأطباء والعناية يخلصوا الوقفة ويرجعوا للمستشفى يستكملوا رحلة العلاج. ممتاز جدا. إذا فعلا هي جهود جميلة وجبارة جدا من حكومة خادم الحرمين الشريفين تقدمها لجميع هذول الحجاج اللي جو من أنحاء العالم عشان فقط يؤدي هذه الفريضة العظيمة. خليني كمان أتحدث دكتور، وأنت أكيد كنت في الميدان وتشوف الجهود هذه، جهود الشباب المشاركين في سواء التطوع أو حتى من جهات حكومية. جميل. أنا كنت مشارك في الإشراف مجموعة برامج تطوعية صحية ميدانية خلال موسم الحج، والجهود ما شاء الله عاما بعد عام تزداد، سواء من ناحية جهات أخرى زادت ونزلت الميدان كتقديم تطوع صحي، أو حتى نفس الجهات زاد أعداد المتطوعين. فمثلا أحد البرامج برنامج صحي التطوع بالحج بدأوا قبل 13 سنة ب 25 متطوع، الآن وصلوا ما يقارب 700 متطوع ومتطوعة، بيجوا من أنحاء المملكة المختلفة، ترى مو بس من مكة. أيوة. بيجوا من مكة، من جدة، من الرياض، من الشرقية، من الغربية، من الشمال، من الجنوب، بيجوا بهدف واحد، خدمة ضيوف الرحمن. يا سلام. وبعضهم يتكفل هو حتى بمصاريف السفر، يعني ما مو إنه والله مطلوب إنه أي حاجة، مو محمول مشمول. أيوة. ما عنده مشكلة إنه هو يدفع حق التذكرة، وبعضهم الجهات التطوعية هي موفرة له محمول مشمول، لكن ما أقصده إنه فعلا شبابنا وبناتنا فيهم خير فعلا. وفعلا من يأتي يشاهد هذه الخدمات التطوعية يتفائل بمستقبل إن شاء الله زاهر للخدمات الصحية التطوعية. هذه لها دور كبير، يعني مثلا في مجموعة من المتطوعين لما يكونوا في الميدان اللي بيقدم خدمات ميدانية، إيش معناته ميدانية؟ معناته قبل المستشفى مركز صحي، بالتالي أنا متواجد زي الفرق المتجولة. أيوة. صحية ومعاهم عدتهم الأساسية، فموجود، بالتالي يقلل أول حاجة مضاعفات، من كل ما اكتشفت الحالة مبكر كل ما قللت المضاعفات. يا سلام. هذا أولا. اثنين، إذا الحالة يمكن علاجها في الميدان مجرد ضمادات وكذا وينتهي الحال، أنت قللت الضغط على المراكز الصحية والطوارئ والمستشفى، فأنت عالجته في مكانه يقدر بعدها يروح للمخيم.
فلهم دور كبير وملموس وفي تعاون. احنا كنا في لقاء مع وزارة الصحة في تعاون في هذا الجانب بين وزارة الصحة وبين الجهات التطوع الصحي الموجودة. جميل. طيب في عندنا اتصال، خلينا ناخذ هذا الاتصال. مين معنا ومن فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي فايدة. ريم من الطايف. بغيت اسال احدى قريباتي كذا طاحت من زمان وصارت يعني رجلها لنفس القدم منفصلة، يعني تمشي وتعرج، اما لها علاج عندكم ولا؟ جميل. طيب بغيت رقم المستشفى، في مستشفى يشتغل الدكتور؟ طيب يا ريم الله يعطيك العافية، حيجاوبك الدكتور. واحدة من أخواتها تقريبا طاحت قبل كم سنة بتقول. أيوه. طاحت وأنه في مشكلة في رجلها، وظيفة الرجل نفسها أنه ما يتحرك مظبوط فبتعرج. أيوه. يعني غالبا إذا حاجة من فترة طويلة وما في آلام ما يعني ما زالت تتحمل، فيعني المسألة ما هي حادة، ما هو كسر أو حاجة حالي. غالبا يكون إما مثلا ضغط على عصب أو مشكلة في العضلات أو حاجة. من الجيد انها تراجع اطباء العظام، تمام، اي طبيب عظام في اي مستشفى موجودين ممكن يشوفوها، ما هي حاله طارئه انها تروح طوارئ غالبا. أيه. تروح مركز صحي، الطريقه تروح اي مركز صحي، مركز صحي بالذات اذا هي في الحي تبعها في مركز صحي، واغلب الاحياء فيها مراكز صحيه تبع وزاره الصحه، تروح مركز صحي يشوفها الطبيب. اذا حاجه بسيطه واوليه وممكن طبيب الرعايه الصحيه الاوليه يعالجها حيديها العلاج. إذا حاجة تحتاج أخصائي جراحة عظام فحيحولها إلى أقرب مستشفى يوجد فيها جراح عظام أو أخصائي عظام لحل المشكلة، ونتمنى لها الشفاء بإذن الله. جميل جدا. إذا مستمعينا الكرام تحدثنا عن الكثير من الأشياء الجميلة متعلقة بالحج مع الدكتور أسامة رشيد، فحنطلع فاصل وبعدها أكيد حيكون الدقائق الأخيرة اللي حنقدم فيها نصائح عامة عن أمراض الحج. فاصل قصير نرجع لكم من جديد.